ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده الجوكر المراجعه النهائيه وبروف باي هرم. طبعا هو كتب له بروف باي هرم لان كان ابي يوسف ذكر حوار هو ليه بروف باي هرم، يعني هرم ما كانش ليه بيكتب اسمه بروف باي هرم. اوكي، وهو قال ابي يوسف ان الدس اللي جاي هيكون مكتوب بروف باي هرم. اوكي، طبعا انا في الرياكت اللي انا عملته للديس بتاع ابي يوسف انا الحته دي ما سمعتهاش خالص. اوكي، وانا بعمل الايديت او المونتاج على حسب ما انتوا حابين تقولوه. اوكي، بس انا بحب اقول الايديت. اوكي، كنت انا سمعت حوار بروف باي هرم بس وانا بعمل رياكت في وقتها لاني بسمع الديس لو مره. اوكي، وده اللي بعمله برضو في الجوكر. اوكي، وصحيح بالمناسبه انا الفيديو ده انا هقصه لان الجوكر اللي فات كان عمل لي بلوك. اوكي، مش كوبي رايت. اوكي، في فرق. اوكي، فانا هقص الحتت اللي انا هوقف فيها. اوكي، هتكلم فيها. انا هنا اهو مش بحلل. اوكي، انا هنا اهو بعمل رياكت على حاجه لاول مره، وفي نفس الوقت بحاول على قد ما اقدر برضو احلل لو فيها اي حاجه ممكن اقدر احللها احللها. اوكي، واحيانا برضو ساعات بغلط والناس بتصلح لي، ده مش قصه يعني. اوكي، لاني لسه بسمع عربي لسه بقالي 3 شهور حاجه زي كده، او شهرين حاجه زي كده، شهرين 3 شهور ما كنتش بسمع عربي وابتديت اسمع عربي، فانا لسه عارف الجوكر من قريب، هو ابو يوسف والناس دي. ولسه عارف ان الجوكر اصلا كان برضو مدمن لسه من الديس اللي بيحصل ده او البيف اللي بيحصل ده. اوكي، ده لسه عارف ان حوار الجوكر ان هو كان بيضرب او كان في المصحه حاجه زي كده. اوكي، فانا معلوماتي لسه صغيره، فمحدش يزعل مني او يتضايق. لو عندك معلومه تقدر يعني تدهاني او حد يكتسبها منك يبقى زي الفل. اوكي، متبقاش بخيل. اوكي، تاني حاجه صحيح بالمناسبه انا عملت ديسكورد. اوكي، بس هتكلم في الموضوع ده في الاخر خالص. اوكي، هقول لكم ازاي وبتاع لان هحط اللينكات وكده. فما علينا، خلينا نخش على طول على الاغنيه ويلا ليتس جو. هو المفروض نخش على الاغنيه. اوكي، بس انا في حاجه برضو انا برضو يعني اخدت بالي منها ان هو مستعمل صوره بينوكيو، وبينوكيو دي شخصيه من شخصيات ابي يوسف، وفي نفس الوقت في مرايه. المراية دي اللي هو الجوكر بيوري نفسه ان هو كذاب، فاهم؟ اللي هو اوكي لاني برضو شفت زي لايف لواحد اسمه دوشة. طبعا اللايف ده كان يعني حد كان نزله على اليوتيوب واتفرجت عليه. اوكي، اتفرجت مش عليه كله، بس هو كان بيتكلم ان الجوكر كل كلامه كان كله صح، الداتا اللي عنده كلها صح. اوكي، واتكلم ازاي ان ابي يوسف يخش اصلا قصاد الجوكر وهو عنده داتا ليه توديه في داهيه او تفضيحه بمعنى صح. اوكي، اللي هو انا رغم انه مش هخش قصاد الجوكر وانا هبقى عارف ان عنده داتا، فاهم؟ اللي هو هبقى اكون بالنسبه له صح، يعني هكون بالنسبه له قصدي سهل، فاهم؟ كخصم سهل، ان ابي يوسف خصم سهل بالنسبه للجوكر، فده اللي انا فهمته. اوكي، فعم اعتقد ان الجوكر برضه هيكذب ابي يوسف في حاجات. اوكي، بما انه هو اختار الشخصيه دي. اوكي، هنا هو الجوكر بيقول له لما حد يدسك ترد عليه، يعني ترد عليه. اوكي، ده معناه ان الجوكر معتبر ان الرد او الدس اللي عمله ابي يوسف يعتبر اصلا مش رد، يعني بمعنى صح كل اللي ابي يوسف عمله في او اللي قاله في الاغنيه بالنسبه للجوكر بمعنى صح. اوكي، فاللي هو كده انا معتقد والله اعلم ان كده مروان موسى مش هيرد لحد ما ابي يوسف يرد على الجوكر، لان طبعا انت هنا انت في وعد. لما حتى هو قال له ما تخافش مروان موسى بيقول له ما تخافش، يعني اللي هو مش هدسك دلوقتي، انا لسه عندي وعدي ان هو مش هيدسه دلوقتي، فاهم؟ كان في الدس اللي هو بتاع المفروض ان هو كان بيدس فيها ابو الانوار، فكده اعتقد ان برضو مروان موسى مش هينزل دس بخصوص الموضوع ده، هيستنى تقريبا. اعتقد انا بخمم بصراحه، مش عارف اذا كان ايه اللي هيتم بالظبط، مش عارف، جايز ينزل النهارده ديس، الله اعلم، مش عارف. خلينا نكمل. اوكي، لا وما قلتش داتا صح، كله هبد، انت كذاب. اوكي، انا كنت عارف ان الجوكر كده كده هيتكلم في حوار الكذب ده، اكيد يعني انا شايف البينوكيو، فاللي هو اكيد هتتكلم عن كذب ان هو كذاب حاجه دي، اللي هو اصلا الصوره من اولها انا عارف الجوكر هيتكلم في ايه او الكلام هيكون رايح فين بالظبط. اوكي، خلينا نكمل. تفف عب ورجعه معايا داتا صدق وجعه. اوكي، داتا معايا صدق. طبعا زي ما انا قلت في الاول ان دوشه كان بيتكلم ان الداتا اللي مع الجوكر كلها صح، اغلبها صح. اوكي،
ان هو ان ازاي ابيوسف يخش مع حد مع داتا، يعني ما يكونش معاه الواحد، ما يخشش يخلي حد خصمه، الخصمه ده يكون اصلا قريب او عارفه، فاهم؟ اللي هو من الصعب، لان هتودي نفسك في داهيه، او اللي هو انت هتوقع نفسك بنفسك، فاهم؟ ده المعنى الاصح. اوكي فخلينا نكمل. اوكي ان هو بيقول له اولا ابويا ساعدني ابطل، ودي الابوه، معرفش يشوفني وسخ زيك وانا نضيف من جوه. اوكي هنا هو بيتكلم ايه؟ اول حاجه، اول نقطه، انت لو كذاب، يعني لو الجوكر كذاب هيكذب حوار الادمان. اوكي هنا هو اللي هو ما كذبهوش خالص، يعني انا بالنسبه لي دلوقتي كمستمع اللي هو هقدر اصدق الجوكر في اي كلمه يقولها، يعني فاهم؟ مش هقدر اكذبه، لان الكذاب هيكذب مهما كان، حتى لو الناس عارفه ان هو كان مدمن. ممكن الكذاب هو اصله كده ان هو يكذب، حتى لو انت عارف او قاري هيكذب، هيكذب، فاهم؟ فهو ما كذبش، هو قال لك ان ابوه ساعده، فاهم؟ ففي الحته دي هي حلوه بالنسبه للجوكر، ان هو صادق مع نفسه على العلم فيها، وصادق مع الناس، فاهم؟ حتى لو حد لسه اول مره يسمعه. اوكي لان كان ممكن يكذب، وانا كنت بالنسبه لي اقول ان جوكر ما كانش لان انا ما اعرفش، فاهم؟ انا لسه بسمع عربي لسه جديد، فاهم؟ فكنت ممكن اقول اه اوكي جوكر، ابو يوسف كذب وقال ان الجوكر مدمن، فاهم؟ او كان مدمن. اوكي ما بعتش حد، لان تقريبا ابو يوسف ذكر حوار ان هو باع الناس. اوكي مع ان كلمة باع دي انا افتكرتها على مروان موسى. اوكي حتى انا بعمل ايديت، اوكي افتكرتها على مروان موسى بصراحة ان هو باعه، لان انا اعرف ان مروان موسى اتعلم من ابو يوسف حاجات كتير، ان هو زي راب وزي يعمل بيت والكلام ده. فهو بيقول ان هو اول وفي التبطيل اول خطوه ان هو اشترى نفسه، اول خطوه بقى اللي هو عملها عشان يشتري نفسه كان بلوك ليك وكل الشمامين. اوكي طبعا احنا هنا هو كلمه شمامين هما مش هقدر افهمها ان هما شمامين ان هما بيشموا. اوكي يا ريت حد برضو يعرفني ايه النوع الضرب اللي هما كانوا بيضربوه، لان انت لما بتيجي بتتكلم عن حد ان هو ايا كان بيضرب ايه، ايا كان بيشرب حشيش او بيشرب اي حاجه، بتقول عليه شمام، فاهم؟ مش شرط يكون شمام شمام بيشم، فاهم؟ فهنا هو على ما اعتقد هو بيستعملها كده. خلينا نكمل. اوكي حرمانية الاغنية انا ما افتيش، يا دوب قريت اراء كتير وساعتها ده اللي ملت ليه، اللي هو احنا احيانا فعلا بنميل لحاجات، فاهم؟ هو مش عيب، احنا كبشر بنميل احيانا للحاجات اللي هي الدينية شوية، فاهم؟ يعني مثلا انا عامل وشم وكل حاجة، بس بتفرج احيانا بميل للوقت ان انا اقعد اتفرج على اللي هم الدعاية والناس دي، فاهم؟ اللي هو انت كبني ادم بتغلط، فاهم؟ وانت مخلوق اصلا عشان تغلط وبعد كده اللي هو تستغفر ربنا، فاهم؟ اللي هو ترجع للطريق اللي هو الطريق الصح، فاهم؟ فهو الجوكر ان هو كان برضو في نفس الموضوع ده، فاهم؟ اللي هو كان عارف ان اغاني حرام فغنى عن الموضوع ده او اتكلم عن الموضوع ده، فاهم؟ فده مش معناه ان هو لو عمل الحاجة دي فهو عادي، انت غصب عنك انت بني ادم ممكن تغلط تاني، فاهم؟ تعيد نفس الغلطة ممكن، فاهم؟ يعني انا مش شايف عيب بصراحة، يعني لو انت غلطت نفس الغلطة مش شايف عيب. فخلينا نكمل. انا مش بفتي، يبقى هنا هو عشان تقريبا كان ابي يوسف بيقول ان هو بيفتي ان الاغاني حرام، فهو هنا هو بيقول له عندك حاجة قولها لاصحاب 4 مذاهب. اوكي يعني لو انا فتاي فاروح اقول لهم بقى ان هم فتايين، فاهم؟ ما تكلمنيش انا. اوكي سلسة ما فيش ليا فوتوشوب في روج. انا اعتقد هو انا هقدر افسرها كده مع اني ما اعرفش. اوكي يعني بما اني لسه جديد، بس انا اعتقد ان هو يقصد بيها روج اللي هو زبدة الكاكاو. انت في التصوير اغلب الممثلين بيستعملوا زبدة الكاكاو عشان لو في قشف ولا اي حاجة او في التصوير، لان انت عندك الكاميرا بتبقى الكواليتي بتاعها عالي فشخ، فممكن تبقى باينه لو في عندك حته قشف ولا اي حاجه في بقك، فبيحطوا زبده الكاكاو عشان ما يبقاش فيه القشف ده، عشان برضو المشاهد ما يشمئزش من اللي بيتفرج عليه. وزبده الكاكاو اغلبنا حطيناها لما كان يجي لك قشف في الشتاء ولا اي حاجه، فاهم؟ تستعمل زبده الكاكاو في بقك وبتاع، فممكن يكون هو استعملها كده اللي هو كانه روج. فممكن والله اعلم، هو ممكن الله اعلم الله اعلم علينا. خلينا نكمل. اوكي هنا هو بيقول له عندك فيديوهات الساحل هاتها وشاور على الجمهور اللي فصل، اللي هو لو انت فعلا صادق جيب الفيديو وشاور على الجمهور اللي فصل. هنا هو تقريبا انا الحته دي طبعا انا ما سمعتهاش عند ابي يوسف، ان هو اتكلم على الجمهور ان هو فصل بتاع الجمهور بتاع الجوكر. انا مش عارف اذا كان فعلا قال ولا لا، لان زي برضو كلمه بروت باي هرم، وقال بعد كده ان هو
في الديس اللي جاي هيكتب بروت باي هرم، وده حصل يعني، ده حصل يعني، ابي يوسف في الديس بتاعه قال كده، وده حصل فعلا في في الديس ده. بس هو الجوكر حاططها اللي هو هرم مش خايف ان هو يفشل يعني، انا معايا مش هيفشل، فاهم؟ على الرغم ان الفيديو او الديس بتاع الجوكر اللي فات في اول يوم جاب 1,000,000 وشويه، اوكي، كان ابي يوسف كان 500 ولا 700 حاجه زي كده مشاهده، وابو الانوار 400 و300 حاجه زي كده، وكان عدى عليهم ايام، خلي بالكم، اوكي. لكن الجوكر كان يوم، وكان في كومنت تحت قريته كان بيقول ان الديس اللي فات بتاع الجوكر واخد السابع، اوكي، الرقم السابع في الديسات، انا مش عارف اذا كان ده حقيقي ولا لا، اوكي. فهنا هو بيقول له جيب الفيديوهات وشاور على الجمهور، فيبقوا عرفوني برضو انهي حته اللي هو كان اتكلم فيها ابي يوسف على حوار الجمهور ده، يا ريت، اوكي، عرفوني، عشان حابب اعرف انهي حته اللي ما خدتش بالي، حتى وانا بعمل ايديت ما خدتش بالي بصراحه من حوار الجمهور ده، لان كان بالنسبه للديس كنت اغلب الوقت في حاجات ممكن افهمها افتكرها ان هي على مروان موسى، اوكي، لان هو عنده جبهتين يعني، ابي يوسف بيضرب في الجبهتين، فلما ينزل ديس لازم يضرب الاثنين على ما اعتقد، فاهم؟ او اصل صعب ان انت تعمل مثلا في يوم واحد تعمل ديسين لاثنين لشخصين، فاهم؟ صعب، هتبقى صعبه فشخ، والكلمات وتقعد مش عارف، فاهم؟ هتقعد بقى والبيت وبتاع، الموضوع صعب، لان ابي يوسف بيعمل بيت لنفسه، فاهم؟ فمحتاجه شغل صعب. خلينا نكمل. هنا هو بيقول له عندي حفله فرنش، قالوا لك انزل، ده معناه ان الجوكر كده، هو انا هنا، هو انا عندي اثبات، لو انت يعني انت جيب الفيديوهات بتاعتي، اوكي، وانا هجيب لك الفيديوهات بتاعتك اللي هم قالوا لك انزل، فاهم؟ يعني اجيب شاور على الجمهور اللي فصل من الجوكر، وانا هجيب لك الفيديوهات الجمهور اللي قالوا لك انزل. واو، اوكي، واو. ابي يوسف حصلت له حاجات كتير، على الرغم انا شفت فيديوهات حلوه جدا لابي يوسف، ناس كذا كذا رابر كان يتكلم ان ابي يوسف ساعدهم يعني في كذا حاجه. اوكي، خلينا نكمل. اوكي، هنا هو بيقول له مش بس بتكذب، ده انت بتعكس اللي حصل، وطبعا في الصوره في مرايه، المرايه بتعكس، اوكي، فعلى ما اعتقد هو يقصد بيها ممكن تكون الصوره ليها علاقه بالفيرس ده او البار ده، ممكن ان عكس انت مراية بتعكس، فاهم؟ ممكن. واو، اتقل بس البيف بتخلص وهتتسابق عليكو براندات اللي لبسها. اتقل بس البيف ده يخلص وهتتسابق عليكو براندات اللي لبسها. ان هو عراية يعني، المفروض صح، هو قصده كده الجوكر ان هو خلاهم بلابيس. هو هنا هو بيتكلم تقريبا برضه على ابو الانوار، لان ابو الانوار مع ابي يوسف طبعا، اوكي، فممكن يكون. واو، اوكي. خلينا نكمل. اوكي، هو كان تقريبا في حصل ما بين ابي يوسف والجوكر تقريبا كلام ان هو فكس الشافعي في اعلان بيبسي، فهو رجع له تاني فودا، هو بيقول له ليه بتروح له في فودا تاني. في حاجات حلوه لابي يوسف وفي حاجات وحشه يعني، في نقط كتير قوي انا دلوقتي عمال اسمع لابي يوسف مش حلوه جدا يعني، زي حوار الحفله ان هو ما نزلش ومش عارف كان واخد فلوس، وبعد كده حد قضى بدأ مكان ابي يوسف، فاهم؟ فكان باتيستوتا حاجه زي كده قضى مكان ابي يوسف، والناس قعدت تشتم، كان تقريبا عفروتو، كان حد على حسب علمي وحسب الناس اللي كتبته لي، اوكي، ان باتيستوتا دخل، اوكي، وتقريبا باتيستوتا ما خدش تقريبا فلوس في الحفله دي، بس الناس كانت متضايقه ان هي كانت عايزه جايه عشان برضه ابو يوسف، فاهم؟ وما ظهرش واخد فلوس. ما علينا، خلينا نكمل. فدي من اللي عايز بس اقوله قبل ما نكمل، اللي عايز اقوله ان في نقط كتير قوي وحشه في ابو يوسف، على الرغم من الفيديو اللي انا اتفرجت عليه، اللي انا قلت اتفرجت عليه، اللي هو الناس بتشكر قوي في ابو يوسف ان هو ساعده. احنا بشر، احنا في نقط بتبقى احيانا بنبقى وحشين فيها، واحيانا بنبقى حلوين في نقط تانية، اوكي، ما علينا، خلينا نكمل. انا معايا جوز على الفاضي ضد 12 بالسلاح، اوكي، هو ان هو قصده الجوز، عشان برضو في حاجات كلمات ممكن ما اكونش عارفها قوي، هو جوز يقصد بيها سلاح، اوكي، جوز على الفاضي تقريبا، الجوز ده بيتقال على الطبانجة تقريبا، حاجة زي كده، حاجة زي كده، مش عارف، انا بصراحة في الاسلحة حمادة بالجنزبيل، ما اعرفش اي حاجة، اوكي، فانا حتى اللعب او اي حاجه ما
ما احبش انا، انا اخري عربيات فاهم، شغل دريفت وبتاع، فمحدش يحكم عليا، مش لازم عشان انت عارف حاجه لازم اكون عارفها. فالجوز على الفاضي، انا معايا جوز على الفاضي ضد 12 بالسلاح، يعني قدامه 12 بالسلاح، هو يقصد كده صح ان هو قدر عليهم حتى من غير، وهو معاه جوز او سلاح على الفاضي ملهوش اي 30 لازمه، وقدر عليهم وهم بسلاح، مع ان اما كنا كترة انا اللي خدته من وسطهم. هو بيتكلم عن ايه الجوكر هنا؟ ان هو كانوا كترة واخدته من وسطهم، بعد كده هم متراضين وتراضينا، انت هتموت وتفتح الخلاف. كلام على ايه بالظبط في الحتة دي؟ كلام على ايه؟ يا ريت حد يوضح لي، لو حد عنده معلومة صح يا ريت، يا ريت يعرفني الكلام ده على ايه بالظبط. اوكي يوسف 9 يعني، اوكي. هو انا بس حتة 9 دي انا مش فاهم حوار 9 ليه، اشمعنى 9 وصاحبك 6 لما بيقول له واحد رقم واحد ده مش انت. اوكي في الديس بتاعه طبعا، الديس انا ما عملتش عليه رياكت، اوكي عايز ابقى اعمل عليه. فانا مش عارف ايه حوار 9 يعني، يقصد ايه يعني، ايه القصة اللي ورا رقم 9 و6 يعني صاحبه برضه زمان ساعدت مين؟ يلا يا شطافة، يا شطاف، اوكي يا شطاف. اوه ما كملتش اصلا الفيرس ده اصلا، ما كملتوش خالص. ما علينا، خلينا نكمل. انت مين يلا يا شطاف؟ يا ما دخلت تقول لي شيرك على تراكي 4 اضعاف، ده معناه ان هما كانوا صحاب. يا جماعة يا حد، يا ريت برضو يعرفني ايه علاقة ابي يوسف والجوكر، يعني علاقتهم كانوا ايه، يعني كانوا صحاب فعلا ولا ايه بالظبط؟ يا ريت حد يعرفني. اوكي لان برضو زي ما انا قلت على حوار دوشة، انا اعتقد ان دوشة برضو كان صاحبهم على ما اعتقد، وبعرفوني برضو مين دوشة. اوكي عشان ما اعرفش يعني، هل دوشة اللي انا شفته هل هو كان قريب منهم يعني، حضر اللي هم كانوا فيه، وهل هم كانوا كلهم صحاب اصلا فعلا يعني، كان صاحبه يعني، هما الاتنين كانوا صحاب، وكان أبي يوسف عايز يخلص من صاحبه يعني، هو مش حابب. برو واو سو ديب، خلينا نكمل. انت اللي عملت مهرجان ما جابش معاك شتمته، لان كان بيقول له انت شتمت المهرجان رحت عامله هنا. هو لما بيقول له انت مش كداب، بس كان في فيرس قاله او بار قاله الجوكر، كان قاله انت مش كداب بس، انت بتعكس. فهنا هو انت عندك ايه، انت عملت مهرجان ما جابش معاك شتمته، فعشان كده في الصورة فيها مراية اللي هو انت شايف نفسك، بس انت مش عارف ان ده انت اللي بتعمل الكلام ده، وبتقول ان انا اللي بعمله او حد غيرك هو اللي بيعمل الكلام ده. ممكن يكون مع الصورة يعني، بس الصورة دي بجد ليها معاني كتير، ليها معاني كتير يعني، كل ما انت بتسمع الديس بتاع الجوكر بتزيد عندك معاني اكتر فاهم، ممكن دماغك تروح لحتة تانية. واو اوكي انا عاجبني الموضوع ده. فده ده على كده ان ابي يوسف هو مش عكس ده، الكلام معكوس كمان يعني، الكلام مش معكوس بالنسبة لان الجوكر هو يعني، مش ان ابي يوسف هو اللي عمل كده، لا هو قال له انت شتمت المهرجان، يعني هو ابي يوسف بيقول له انت شتمت المهرجان رحت عامله، لكن ان هو جوكر بيقول له عملت مهرجان ما جابش معاك شتمته، فاهمين؟ الكلام معكوس، حتى الجمل معكوسة يعني. جوكر هو بيقول ان هو جوكر شتم الاول بعد كده عمله، لكن لا ابي يوسف عمل وبعد كده شتمه عشان ما جابش معاه. يعني هو هنا هو الجوكر بيتكلم ان انت مش عكسته، بس انت عكست العكس المعكوس في المعكوس العكس المعكوس. واو اوكي هنا هو بيقول له وانا كنت بايظ في اللقاء بشوفه بفرح. اني مبطل 5 سنين يا كلب بتسوق حالته. واو اوكي هنا هو، انا طبعا ما كملتش الكلام ده، انا قريتها بس. اوكي بس اللي هو بيشوف اللقاء لما كان ضارب يعني، كان شارب حاجة في اللقاء ده. انهي لقاء بالظبط ده اللي كان عامله وكان ضارب فيه؟ يا ريت حد يبقى يبعت لي اللينك. اوكي انا عملت الديسكورد، اوكي ممكن حد يبعت لي حتت من اللقاء ده. اوكي هبقى احط لكم اللينك تحت. هو بيقول ان هو بيفرح ان هو عشان بطل، وهو بيقول له يا كلب بتسوق حالته، يعني تقريبا ابي يوسف لسه بيضرب على ما اعتقد. واو اوكي خلينا نكمل. اوكي هنا هو جوكر بيقول له لازم ترد على الداتا اللي احنا قلناها،
يبقى على ما اعتقد، على ما اعتقد والله اعلم، اوكي، ان كده مروان موسى المفروض ان هو ما يردش لحد ما ابي يوسف يرد على الديس ده، على الداتا دي، اوكي، اللي قالها الجوكر. لان طبعا زي ما هو وعده لما قال له مروان موسى، لما قال له ما تخافش انا مش هرد عليك، اللي هو ما تخافش انا مش هدسك دلوقتي، انا لسه لحد عند وعدي. فعم اعتقد بما ان الجوكر مش معتبر الدس بتاع ابي يوسف ان هو دس، فالمفروض ان هو مروان موسى يستنى، اوكي، لان لسه عنده وعده، فاهم؟ مش هينفع يرد، لسه عنده وعده، لان الجوكر مش معتبر ان ده دس. لما يعتبر ان دسك دس، ساعتها المفروض مروان موسى يرد. فالله اعلم، ممكن برضه مروان موسى ينزل دس، الله اعلم، مش عارف، ممكن. اوكي، انا قلت نكمل وانا سمعت الموسيقى بتاعت الاوترو. ما علينا، ده كان راكت. بس قبل ما اخلص، اوكي، انا قلت على الديسكورد، اوكي، انا اتكلم عليه. انا عملت ديسكورد، اوكي، عملت سيرفر مخصوص لينا، اوكي، للناس اللي حابه تخش الديسكورد، اوكي، لان برضو في حاجه هعملها قدام، اوكي، بالنسبه للناس هقول لكم ايه هي. بس في الاول عايز اقول لكم حاجه، ان هحط اللينك، اول حاجه هحط اللينك بتاع الديسكورد نفسه، وفي نفس الوقت هتلاقوا اللينكات برضو، هتلاقوني كاتب ايميل اللي هو ازاي تعمل ايميل، اوكي، هبحط لكم فيديو زي حد شرح. طب انا ليه عامل كده؟ لان واحد من الناس عندي بتاع تقريبا 7 ايميلات لحد دلوقتي، اوكي، وكل مره بعمل فيها ايميل بحتاج فيديو عشان ما سقطش حاجه، اوكي، فممكن يكون الناس كده، اوكي، مش لازم تكون فاهم انجليش، يعني ممكن تكون مش فاهم انجليش، بس ممكن تعمل خطوات، فاهم، تفهم ايه المكتوب، يعني باللوجيك كده، فاهم، او بالسنس، تستعمل دماغك كده، فاهم، اللي هو اوكي في ارقام، يبقى اكيد رقم السنه اللي انا مولود فيها، فاهم، مثلا، فاهم، مثلا كده، اوكي. والاكونت، ازاي تعمل اكونت على ديسكورد، وممكن تعمل سيرفر لنفسك على فكره، اوكي، موضوع سهل فشخ، اوكي. طبعا هحط لكم فيديوهات دي. في نفس الوقت انا الاسم انا مسميه عمر جانج، انا كنت مسميه في الاول كينجز اند كوينز، لان جانج في ناس مستعمليه على ما اعتقد، والابطال والجو ده، فاهم، في ناس مستعمله الاسامي دي، فانا قلت كينجز محدش مستعمله خالص، كينجز اند كوينز، فاهم، فانا قلت هيبقى احسن، وتحس ان هو افخم شويه، فاهم، اللي هو ملوك، فاهم، ملوك، يعني تحس ان في فخامه كده، غير جانج تحس ان هم، فاهم، ايه، ممكن يكونوا، فاهم، شوارع، فاهم، لكن كينجز تحس ان هم ناس بتاعت اصول كده، تحس في 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 فخامه كده، فاهم، اوكي، عشان بحبكم بصراحه، يعني اوكي. ما علينا، ابقوا عرفوني برضه اني اسم حلو، اخليه عمر جانج زي ما هو احسن، ولا اخليه كينجز اند كوينز، يعني انتوا اختاروا، اوكي، يعني اختار بس كده. واو، ده الفيديو ده، الديس بتاع الجوكر كمان واخد مليون وشويه، ده ما كملش 22 ساعه، ما شاء الله، الله اكبر، هو معاه حق بصراحه. الديسات بتاعت ابي يوسف بتكمل 500 ولا حاجه تقريبا في اليوم، او تقريبا ما بتكملش كمان، تقريبا 700 في يوم او يومين، 700 مش عارف، وبس على كده. وابو الانوار 400 حاجه زي كده، 300 500، مروان موسى 200 في اليوم، فاهم، مختلف تماما. يبقى هو مع حق الجوكر، مع حق، اوكي، لان الارقام ارقام فعلا قدام الناس زي ما هو قال، اوكي. وانا اسف برضو ان انا قصيت في الفيديو ده، يعني بكرر عيد، يعني انا اسف، اوكي، بس عشان بيتعمل لي بلوك، فعم اعتقد ده الحل، اوكي، عشان انا خايف بصراحه يتعمل لي بلوك تاني، اوكي. بس كده، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس.